مصر بلا خطوط هوائية خلال أيام. وزارة الكهرباء انتهت بالفعل من تحويل 90% من الكابلات الهوائية لكابلات أرضية، ودي كانت بتكلفة وصلت لمليار جنيه. طيب إيه الفرق بقى بين الكابلات الهوائية والأرضية؟ وأيهما أكثر كفاءة؟ وهل كده في خطة تدريجية لتنفيذ كل الخطوط الهوائية عشان يتم تحويلها لخطوط أرضية؟ وليه أصلا حصل كده؟ وإحنا بقى كمواطنين هنستفيد إيه؟ الحقيقة في أسئلة كتير قوي بتطرح في هذا الموضوع، خلينا نجيب عنها. معانا دكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء. مساء الخير يا دكتور. مساء النور على حضرتك يا فندم. في أنشطة كهربائية غير عادية اليومين دول، يعني طاقة شمسية وكمان كابلات، إيه الكابلات الهوائية اللي تحول لأرضية؟ إحنا دايماً كنا نسمع إن التليفونات الكابلات الأرضية هي اللي فيها مشكلة فعشان كده هتحول لأرضية، لكن الكهرباء العكس. طب فهمنا بقى أكتر إيه الموضوع ده؟ والله يا فندم احنا يعني بدايه احنا بنسعى دائما ان احنا نطور الخدمه المقدمه للمواطنين، وكمان في نفس الوقت نزيل اي اسباب ضرر ممكنه بحيث ان هي ما يبقاش فيها اي تاثير سلبي على مواطنين، بالرغم ان ممكن ساعات بتبقى في احيانا نتيجه الكثافه السكانيه او يعني زحف الكتل السكانيه على الخطوط الهوائيه، اللي هي نقصد بيها اللي هي الخطوط اللي بيبقى فيها الجهود المتوسطه او الجهود المنخفضه او حتى الجهود العاليه، يعني الابراج والاعمده اللي بتبقى متوصله في مش في الارض، بتبقى اعلى يبقى عاليه على الارض يعني. فاحيانا بيحصل زحف من الكتله السكانيه داخل او بتؤثر على الجزئيه دي، ولكن طبعا يعني من الحكومه المصريه والوزارات المعنيه سواء وزاره التخطيط وزاره الاسكان ووزاره الكهرباء بنحاول ان احنا ندبر التمويلات علشان نزيل الخطوره ديت، بالتنسيق طبعا مع الاحياء مع المحافظين مع الساده النواب، بحيث ان احنا الاماكن الاكثر خطوره نتيجه مرور الخطوط الهوائيه ديت او الاسلاك الكهربيه لاعلى المنازل اعلى المستشفيات اعلى المدارس بنحولها الى يعني خطوط مدفونه او كابلات تحت الارض، بحيث ان هي بيبقى بنقلل الخطوره يعني عن المواطنين، وبالتالي يعني بنحاول ان احنا يعني نتجاوب مع اي شكوى موجوده. الخطه ديت طبعا موضوعه على مجموعه مراحل او مراحل معدده، كانت اولها يعني وزاره التخطيط كانت دبرت تمويلات بحدود حوالي تقريبا مليار جنيه علشان تحويل الجزء منها لاكثر خطوره، طبعا زي ما قلت لحضرتك ان هو مع التنسيق مع المحافظات او المحافظين يعني والساده النواب علشان تحويلها الى كابلات ارضيه. طيب دكتور ايمن، ده له علاقه بموضوع قطع الكهرباء اللي كان بفترات متقطعه في الفتره اللي فاتت دي ولا ملوش علاقه بيها؟ لا هو بص يا فندم، هو برضو دي نقطة مهمة برضو أخرى، ألا وهي إن إحنا برضو بنطور شبكات التوزيع اللي هي داخلة جوه المدن وبجوار المباني والكتل السكانية، إن برضو كان نتيجة برضو إن الشبكة ديت من زمان وهي منشأة، كان التطوير اللي يعني بيبقى موجود عليها كان بيبقى في حدود يعني برضو ضيقة، ما كانتش بتحاول ان هي او ما كانش في التمويلات اللازمة علشان يحصل تطوير كبير فيها. بمعنى اخر ان مثلا المحولات اكشاك الموزعات الاعمدة المطلوبة او الكابلات المطلوب رفع السعة الخاصة بيها ديت كانت عشان نبينها بالارقام شويه، كان التطوير بيبقى ميزانيه حوالي مثلا 2 مليار جنيه على مستوى كل تقريبا، اقصى حاجه كانت بتبقى في الحدود ديت على مستوى كل الشركات او كل الجمهوريه. دلوقتي احنا بنشتغل في خطه تعتبر اكبر خطه تطوير في شبكات التوزيع فقط بحوالي يعني حوالي 24 مليار جنيه.
طبعا ده يعني رقم مهول جدا، ومش كده وبس، كمان المفترض ان هو كان الخطه الموضوعه ان هي تتم على مدار 3 سنوات، تم برضو الاسراع فيها بحيث انها تنتهي في اخر 2018 ان شاء الله. طب والنبي يا دكتور ايمن، يعني ما فيش قطع للكهرباء تاني؟ لان الموضوع ده اصلا هي بيؤرق الناس كتير قوي، وكان في شكوى يعني ما احنا 10 دقائق في ربع ساعه فعلا على فترات متقطعه، بس برضو الناس بتتخض. ما هو احنا بقى التطوير ده كله علشان يؤدي في الاخر ان احنا نرفع مستوى الخدمه اللي موجوده، ما يبقاش فيها انقطاعات نتيجه الاحمال الزياده، انت عارفه بيبقى في سرقات تيار كهربي، في احمال زياده عن المصمم ليها. فالتطوير ده بيتطلب احيانا بقى ان هو بيبقى فيه انقطاعات في بعض الاماكن لمده مثلا ساعه، او يعني بتبقى متفرقه. دي بتبقى ضمن الخطه اللي موجوده، حتى الناس بتستشعر ان في ده في محاول بيتغير، في احلال وتجديد لمنطقه معينه. وبيجي اصل لما بترجع يا فندم الفولتات بتبقى عاليه جدا، فبتاثر على الاجهزه الكهربائيه. ما الموضوع ده هينتهي امتى طيب؟ اي ما هي ديت بقى برضه من ضمن النقاط اللي هي احنا بنسعى عليها في التطوير ده، ان احنا يبقى الجهود اللي موجوده مش بس ان احنا نوصل كهرباء، احنا خلاص الحمد لله الناس خلاص يعني دلوقتي نسيت موضوع تخفيف الاحمال، ونسيت الانقطاعات نتيجه ان الكهرباء مش مكفيه، الحمد لله الكهرباء مكفيه وفي احتياطات تغطي كل الاحتياجات، بس برضه يهمنا ان نوع الخدمه او الخدمه اللي واصله او الكهرباء تكون واصله باعلى خدمه موجوده او على اعلى جوده. طب بشكرك شكرا جزيلا دكتور ايمن حمزه المتحدث باسم وزاره الكهرباء على هذه الايضاحات. مصر حصدت 5 جوائز من جوائز نادي دبي للصحافه ومثل في الامانه العامه لجائزه الصحافه العربيه. اليوم السابع لوحدها فازت بجائزه الصحافه العربيه في فئه الصحافه الانسانيه، وحصلت عليها الزميله اسماء شلبي. اسماء شلبي الحقيقه عامله جهد مميز جدا في الصحافه الاجتماعيه والانسانيه، وبناء على كده كان موضوع مآسي نساء في قرى الفيوم، سخره واغتصاب وزواج مبكر. وحصدت جريده الوطن كمان على 3 جوائز كانت من نصيب الصحفي محمد رياض في فئه الصحافه الثقافيه عن تحقيق احمد عبيده، عن موضوع احتراق ونهود طائر النار، ومحمد الليفي وجهاد عباس عن فئه الصحافه الشبابيه عن عده اعمال متواليه. دعاء الفوري كمان من صحيفة مصراوي الإلكترونية وجريدة البيان كتبت عنهم وسلطت الضوء على تكريم الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة حاكم دبي للفائزين بجائزة الصحافة العربية لهذا العام 2018 ضمن مختلف الفئات. خلونا نرحب بجهاد عباس الصحفية بجريدة الوطن والحاصلة على جائزة الصحافة العربية ل 2018 عن فئة الصحافة الشبابية. مساء الخير. أهلا وسهلا بيك يا فندم. على فكرة الكتابة في الصحافة الشبابية صعبة جدا انك توصلي للشباب، لان في فكر مختلف جدا يعني. قولي لي انت اشتركتي ازاي اساسا، ومين اللي كان بيرشحك؟ هل الجريدة اللي بتشتركي اللي رشحتك، ولا انت من نفسك بادرتي بالاشتراك؟ هي الجائزة يا فندم في فئة الشباب معتمدة بشكل أساسي عن الشباب الصحفيين اللي عمرهم أقل من 30 سنة واللي قاموا بموضوعات متميزة. بنقدم حوالي 5 موضوعات مختلفين، منهم تحقيقات استقصائية، منهم موضوعات إنسانية، هو مجموعة أعمال بالكامل. واحنا بنقدم كصحفي بنقدم طبعا، وبنذكر طبعا اسم الجريده اللي احنا بننتمي ليها. واحنا تشرفنا النهارده انه صحيفه الوطن هي كان ليها النصيب الاكبر من الجوائز. احنا حصدنا 3 جوائز النهارده، الزميل محمد رياض وانا وطبعا الزميل محمد الليسي هو موجود معايا حالا هخليه يكلم حضرتك. والحقيقه يعني احنا مبسوطين جدا كمان انه ان الجائزه دي بتقام، لانها بتشجع الشباب بشكل كبير جدا، وبيكون فيها اهتمام كبير قوي بالنسبه للموضوعات اللي بيتم اختيارها والمعايير المهنيه اللي بيتم قياس الموضوعات على اساسها. فالحقيقه كانت النهارده كان يوم جميل يعني وسعيد بالنسبه لنا كلنا. ايه الملف اللي حصلتي على الجائزه بسببه؟ انا كنت عامله تحقيق اسمه تحقيق استقصائي اسمه صيادله يتاجرون في الترامادول. وكنت عامله كمان موضوع عن 40 يوم بعد انفجار كنيسه ماري جرجس، عن ازاي انه تم اصلاح الكنيسه وانما جروح الضحايا لا تزال يعني بيعانوا منها. كنا شغالين على دور الايتام في مصر، مجموعه موضوعات مختلفه. والحقيقه
الحقيقة إنه إحنا بنسعد دايما بتجربة بالشكل ده، لأننا بنمثل مصر في المقام الأول، وبنمثل الجرائد اللي إحنا بننتمي ليها، وإن إحنا قادرين على إن إحنا نعمل صحافة. ألف مبروك متميزة يا جهاد، ودايما إن شاء الله موفقة، وألف مبروك لجريدة الوطن وكل الصحفيين اللي حاصلين على الجوائز. معانا دلوقتي كمان الكاتب الصحفي خالد صلاح، رئيس تحرير اليوم السابع. مساء الخير يا أستاذ خالد، قول لنا إيه هي المعايير اللي بيتم وضعها للحصول على جوائز زي الجوائز اللي حصلتم عليها؟ الحقيقه مساء الخير اولا، ومبروك لكل الفائزين من مصر. زميلتي اسماء شلبي من اليوم السابع فازت بالجائزه الاولى في التحقيقات الانسانيه، وعندنا ايضا زملاء من الوطن ومن مصراوي بنقول لهم الف مبروك. الحقيقه طبعا في معايير متعدده وضعها نادي دبي للصحافه من اكثر من 17 سنه. في اللجنه دي مكونه من عدد كبير من الصحفيين من بلدان عربيه مختلفه، بيعتمدوا طبعا على المصداقيه، كفاءة العمل، وجهات النظر المختلفة اللي موجودة في التحقيقات الصحفية، زائد الجوانب الإنسانية أو اللي حسب اللي بتخص كل موضوع. يعني الصحافة الاقتصادية معاييرها غير الصحافة الإنسانية غير الصحافة السياسية. يعني هديك مثال، مثلا أنه اتحجبت السنة دي جائزة الصحافة الاقتصادية، اللي فيش حد قابل المعايير بتاعة الجائزة. فبتتحط الحقيقة بمعايير قوية جدا، وبيشرف عليها يعني نخبة من الصحفيين الكبار من بلدان عربية مختلفة، واحنا بنبقى فخورين بيها وشايفين ان نادي دبي الحقيقة ومنتدى الاعلام عمل رفع سقف العمل الاحترافي في العالم العربي من خلال الجوائز دي. طيب خالد صلاح كرئيس تحرير لليوم السابع، معروف عنك انك بتشجع الشباب، والنهارده وانت بتقول لنا حتى شيماء وفازت بجائزه، وكان تشجيعك معروف جدا، وشفناك على الهوا بتشجع محمد دسوقي رشدي. انت اللي بادرت بانك ترشح شيماء، ولا هي كانت المبادره من نفسها؟ لا، اسماء هي اسماء زميلتي اسماء شلبي. الحقيقه احنا عاملين في الجورنان قايمه بكل الجوائز اللي بتقدم حول العالم، وحريصين الحقيقه ان احنا كل الزملاء يقدموا. يعني انا بمشي كتير جدا في صاله التحرير، يعني احفز الشباب ان هم يقدموا. بس هي اسماء هي من تلقاء ذاتها، لانها بنت مجتهده جدا، شاطره جدا، واختارت القطاع اللي هي تبدع فيه، وبالتالي قدمت في الصحافه الانسانيه ربما وكانت واثقه انها هتفوز بفضل الله. فهي الحقيقه مبادره منها، لان هي كمان عامله موضوع كان بره تخصصها، مش بره تخصصها قوي، هي بتغطي محاكم الاسره الى اخره، بس هي خدت الموضوع وعملته بشكل ميداني رائع. فالحقيقه دي مبادره منها، وهي بصراحه اللي جايبه الجائزه دي للجورنان، وانا بشكرها معاكم على الهوا، لانه فريق العمل اللي موجود في اليوم السابع دي مش شخص واحد اللي بيبقى مسؤول عن ده، كلنا فريق عمل وكلنا بنفكر مع بعض، والجون ده جايباه اسماء هي بنفسها، وبالتالي كلنا فرحنا بيه ورفعت راس زملائها كلهم. يا ترى اليوم السابع ممكن تعمل مبادره زي دي لتشجيع الصحفيين والشباب من مختلف بقى الدول العربيه هم هي كمان؟ والله انا بتمنى من قلبي. يعني انا طبعا بحب جدا دبي، وبقدم التحيه من عندكم يعني صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم على رعايته للموضوع ده، لانه دخوله خلى لي فيه مذاق مختلف لمنتدى دبي للاعلام، والحقيقه الشباب في منتدى دبي للاعلام عاملين جهد رائع. ورغم كده انا طبعا بشعر يعني عارفه الغيره الحميده، انه يا ريت بلادنا يعني مصر، لان مصر فيها صحافه كتيره، وشايفه ما شاء الله المصريين هم الاكثر ناس فايزين. صحيح. يا ريت مصر تبقى فيها يعني عمل زي ده. وانا الحقيقه كنت وانا على الطياره بكلم الدكتور ياسر عبد العزيز وزميلي الاستاذ عماد دين حسين من جريده الشروق، وبنتكلم في نفس اللي حضرتك بتسالي عليه دلوقتي، ان احنا ليه ما يبقاش عندنا مبادره اخرى، ان احنا نعمل حاجه ثانيه برضو، جوائز اخرى للصحفيين، نشجع شبابنا على النيو ميديا والترند الجديده اللي في الصحافه جنبا الى جنب مع منتدى دبي، ومفيش مانع حتى نتعاون مع منتدى دبي. لا. مصر مهد لصحافه كبيره فيها اعرق الصحف، وفيها نخبه من الصحفيين الشباب، نتمنى جدا ان احنا نعمل ده، وانا ان شاء الله لما ارجع يعني هنعكف على ان احنا نعمل حاجه برضو زي دي
تكون اضافه للصحافه المصريه والصحافه العربيه. لعلها تكون بدايه يا استاذ خالد. بشكرك شكرا جزيلا خالد صلاح رئيس تحرير اليوم السابع، والف مبروك للزميله اسماء شلبي على هذه الجائزه. الاخبار ركزت على استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئيس مجلس النواب المغربي. الرئيس السيسي اكد الحرص على تعزيز العلاقات ما بين مصر والمغرب وعقد اللجنه المشتركه بين البلدين في اقرب وقت ممكن. اليوم السابع ابرزت اعلان وزاره الصحه والسكان عن اطلاق اول برنامج للكشف المبكر عن اورام الكبد 74. دايما يا رب بخير وسلام. الشروق نقلت عن مصدر مسؤول بوزاره التموين بيؤكد ان هو دم ضخ نحو 100 طن فسيخ و300 طن رنجة لشم النسيم. كيلو الرنجة بيتراوح ما بين 25 و35 جنيه، أما الفسيخ فبيصل إلى 100 جنيه للكيلو، وطرح 150 طن أسماك في المجمعات الاستهلاكية. وحماية المستهلك بتحذر المواطنين من الشراء من الباعة الجائلين. موضوع الأسماك ده خطر جدا، فلازم نشتريه من حتة مضمونة جدا، فخلي بالكم. الدستور أشارت إلى تجديد الأجهزة الأمنية من الإجراءات الاستثنائية لتأمين المطرنيات الكبرى والأديرة، وده طبعا ده خلال الاحتفال بعيد القيامة المجيد، من بينها الكاتدرائية المرقسية في العباسية لإقامة قداس بها. ومن المقرر طبعا أن تستعين الكاتدرائية بالشرطة النسائية لأول مرة، وده من أجل التأمين وتفتيش السيدات. الأخبار أجرت حوار مع مدير المؤسسة الروسية للطاقة النووية بالشرق الأوسط وأفريقيا، وأكد على أن هذا الحوار طبعا أكد فيه أنه سيتم بدء بناء قواعد الإنشاءات الصناعية للضبعة، وده هيكون قبل نهاية هذا العام 2018. وكمان قال أنه هيتم الانتهاء من إجراء البحوث الهندسية خلال شهور. أشار كمان إلى أن الطاقة الكهربائية الضخمة اللي ستولدها المحطة النووية ستمنح ساحل البحر المتوسط نهضة اقتصادية عملاقة. الأخبار عملت تحقيق عن الأحياء الراقية ومحاصرة العشوائيات لها، وكتبت تحت عنوان الأحياء الراقية تودع الزمن الجميل. رصدت الأخبار استغاثات عدد كبير جدا من سكان الأحياء اللي أكدوا انتشار الأسواق والمواقف العشوائية اللي شوهت الأحياء بأكملها، وقام الأهالي بإطلاق حملات إلكترونية لإنقاذ المعادي مصر الجديدة وكمان مدينة نصر. هنطلع بفاصل ونكمل معكم. اهلا بكم من جديد، وهنروح دلوقتي لفقره الكاريكاتير. اول كاريكاتير معانا من اليوم السابع بعنوان مصر تختار السيسي لفتره رئاسيه ثانيه، بريشه الفنان احمد قاوت. ده المصر اليوم، وهو عن فتاوى تحريم شم النسيم. كل شم نسيم لازم تطلع لنا فتوى كده، لكن برضه بنحتفل عادي مفيش مشكله بالنسبه لنا. البيان ده كاريكاتير عن سياسات تنظيم الحمدين. الخليج الإماراتية ده كاريكاتير تحت عنوان عصر جديد. هنروح دلوقتي نشوف أبرز ما جاء في الصحافة العربية والدولية. الصحف العالمية اهتمت بمرور 50 عام على اغتيال مارتن لوثر كينج، وهو ناشط أمريكي كان تم اغتياله من أجل الحقوق المدنية. لوثر كينج اشتهر بعبارة لدي حلم أو عندي حلم، وزي النهاردة ده تم اغتياله عام 68. صحيفة الجارديان البريطانية قالت أنه يجب علينا رؤية لوثر كينج من زوايا أكثر شمولية، لأنه لم يكن مجرد عالم أديان أو داعية أو بليغ، بل كان نظرته إلى حقوق الإنسان أكثر شمولية، وكمان كان ناشط من أجل العدالة الاقتصادية وتمكين الفقراء والعمال مهما كان لونهم أو عرقهم. لوفيجارو كتبت 50 عام على اغتيال لوثر كينج وما زالت المعركة مستمرة.
الصحيفة الفرنسية بتقول انه في 4 ابريل عام 1968 قتل مارتن لوثر كينج في مدينة ممفيس بولاية تنسي، وبتصفه بانه كان منارة لحركة الحقوق المدنية الامريكية السوداء، واعتبرته بانه شهيد لهذه القضية وهو رمز توافقي. البيان الإماراتية من الصحف العربية بقى سلطت الضوء على تفاعل مطعم سعودي مختص في تقديم الوجبات السريعة مع المستويات الرائعة بيقدمها النجم الدولي محمد صلاح هداف بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم وفريق ليفربول. المطعم ده تعهد بتقديم سندوتشات مجانا مع كل هدف بيحرزه صلاح، خاصة أن هذا اللاعب بيحظى بشعبية عالية جدا بأوساط الشباب السعودي ومش بس مصر يعني، ده بالإضافة إلى تواجد عدد كبير من الجالية المصرية في السعودية. طبعا النهارده محمد صلاح جاب عده اجوان، فطبعا هذا المطعم قدم برضه سندوتشات بالمجان. دي كانت منشطات النهارده، ان شاء الله يوم السبت اقابلكم على خير ومنشط جديد مع رانيا هاشم.